فصل جديد من المنتظر أن تدخله أزمات المنطقة والعالم بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها الأزمة اليمنية التي توقع أن تأخذ مسارا آخر خلال الأشهر القادمة في ظل رئاسة ترامب. حتى الآن لا حدود معروفة للمسار الذي ستأخذه الأزمة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن المبكر الحكم على ذلك المسار، إلا أن خطاب ترامب الرئاسي يوحي بأن ثمة تغيرا كبيرا ستشهد السياسة الأمريكية تجاه أزمات العالم والمنطقة. ترامب الذي يبدو غير مرتاح لمواقف الإدارة الأمريكية السابقة تجاه عدد من القضايا بينها أزمات الشرق الأوسط، يبدو أيضا متحمسا للانخراط بشكل أوسع في هذه الأزمات نظرا لتبعات السياسة السابقة على مكانة أمريكا وأمن العالم. الأزمة اليمنية التي تنهي عامها الثاني كانت طوال العامين الماضيين تتأرجح، وكان الموقف الأمريكي أحد أسباب هذا التأرجح. فخلال عامين من عمر الأزمة كانت الإدارة الأمريكية تدعم عمليات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وتؤكد في كل مرة أنها تقف إلى جانب الشرعية، إلا أنه لم يكن خافيا أنها تحتفظ بعلاقات قوية مع ميليشيا الحوثي. يرى مراقبون أنها تأتي ضمن سياسة أمريكية صارت أوضح خلال الأعوام الأخيرة، وتسعى لتمكين الأقليات في المنطقة والتعامل معها ضمن خطة إعادة ترتيب المنطقة. وهذا ما بدا واضحا في مقترحات كيري وزير الخارجية الأمريكي التي صارت أساسا للحل السياسي المقدم من المبعوث الأممي لليمن، والتي تؤكد السلطة الشرعية أنها تنحاز للميليشيا وتشرعن انقلابها ولا تزال محل رفض حتى اللحظة. ولهذا بادرت الرئاسة اليمنية إلى تهنئة ترامب بالفوز، متمنية في رسالة بعثها الرئيس هادي عقب إعلان نتائج الانتخابات أن يؤدي فوز ترامب إلى تعزيز التعاون لخدمة السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، مؤكدة أنها تتوقع دورا أمريكيا أكبر في الأزمة اليمنية. وزيادة على كون ذلك إجراء دبلوماسيا معهودا، فإنه يشير لامتعاض يمني من دور الإدارة الأمريكية السابقة في الأزمة اليمنية، وتمنيا بأن تكون أمريكا في عهد ترامب أكثر حزما في رفض الانقلاب وأكثر دعما للسلطة الشرعية.